الخير مشاهدينا. أما بلش بتوقعات الأبراج 12 لليوم، رح خبركن عن صفات المرأة من برج الدلو. واقعية كتير، تمتلك سحر غريب بيخلي الكل ينجذب إلها. نشيطة وبتنظر دايما للمستقبل، تعمل كل جهدها لتحقيق طموحاتها ولتأسيس حالها. واقعية بتكره التطرف والظلم، أوقات كتير منلاقيها عنيدة ومتمسكة برأيها. المرأة من برج الدلو زوجة وأم ممتازة، بتختار شريكة على أساس الروابط المشتركة بيناتهم وبتحافظ عليه. تربطها بعائلتها وأولادها علاقة صداقة واثقة. بتعطي القوة لأولادها وبتعلمهم كيف يدافعوا عن حالهم وعن حقوقهم. تروني بكرة تخبركن عن الناحية المهنية من شخصية برج الدلو. وهلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. بتناقش اليوم الكثير من الأمور اللي بتتعلق بشراكة عمل جديدة. كون منطقي بأفكارك واقتراحاتك وتعاون مع شركائك وما تفرض رأيك عليهم. أما عاطفياً كون صريح مع الشريك وخليه مرتاح بعلاقته معك. برج الثور أوضاعك المادية منيحة وعم تتحسن، وبتحصل على مكاسب مربحة من خلال تقدمك بالعمل وبسبب نجاح مشروعك يلي انطلقت فيه من فترة. أما عاطفياً لازم تلاقي حلول سريعة لمشاكلك مع الشريك وإلا رح تخسره. برج الجوزاء أعمال كتير تضغط عليك اليوم ومسؤولياتك بتزيد. منك عارف من وين تبلش. خليك هادئ وصبور وما تنفعل. عاطفياً الشريك بيوثق فيك، حافظ على أسراره وما تخلي حدا يتدخل بيناتكم. برج السرطان الكتير من التغييرات الإيجابية بتصير اليوم وبتكون لصالحك. الأمر يلي بيخلق جو حلو وبيدفعك لإنجاز المزيد من النجاحات. أما عاطفياً الرومانسية بتسيطر على علاقتك بالشريك وبتقضي أجمل الأوقات معه. برج الأسد تتحمل خلال هالفترة الكثير من المسؤوليات وما بتعرف من وين تبلش. طلب مساعدة أحد المقربين منك تتقدر تخلص أعمالك بالوقت المطلوب. أما عاطفياً انتبه على كلامك وما تجرح الشريك بتصرفاتك الخاطئة. برج العذراء لازم تحاول إنك تغير عاداتك بالعمل بالطريقة يلي بتناسب زملائك. العدائية والعناد ما بيفيدوا بعلاقتك مع زملائك وبيمنعوك من تحقيق أعمالك اليومية. أما عاطفياً بتجادل الشريك بالكثير من الأفكار، الأمر يلي بيسبب له التعب والإرهاق. برج الميزان تمرق بمرحلة حساسة بالعمل وما بتعرف كيف تتعامل معها. حياتك مليئة بالضغوطات، كما إنه المشاكل العائلية عم بتزيد وعم بتخلي العصبية تسيطر على أيامك. عاطفياً مزاجك المتقلب بيأثر سلباً على علاقتك بالشريك. برج العقرب تعتبر هالفترة نقطة تحول مهمة بوضعك بالعمل. تتقدم بمركزك بسبب النجاح يلي عم بتحققه وبيكتروا مسؤوليتك. ثق بحالك فأنت قادر تستلم أهم الوظائف. أما عاطفياً ما تنزعج من شريك فتصرفاته عفوية مش عن نية سيئة. برج القوس أنت مليء اليوم بالنشاط والحيوية والقدرة على التعامل مع الأمور بجدارة وثقة بالنفس. خلي طموحاتك عالية وسابر للوصول لأحلامك. أما عاطفياً ركز على علاقتك بالشريك فتصرفاتك الطايشة والغير مدروسة عم بتأثر سلباً عليكم. برج الجدي بتضطر اليوم تتعامل مع قضايا وأمور ما بتحبها وتلتقي ببعض الأشخاص اللي ما بتحبهم كتير. ثق بنفسك وخليك مسابر وقطع هالنهار على خير. أما عاطفياً أجواء متوترة مع الشريك خلال هالفترة ما بتعرف كيف تحسنها. برج الدلو ما تحط ثقتك كلها بأحد الأشخاص، كن حذر من تصرفاتك فكل اللي حولك مش كلهم بيحبوك وما بيتمنوا لك الخير. قلك بحاجة إلك وبيطلبوا منك المساعدة ببعض المشاكل المادية فما تقصر. نوصل لآخر برج معنا، برج الحوت. تعامل مع قضايا العمل بجدية وما تهملها، وتعاون مع زملائك وخلص مسؤولياتك على أكمل وجه. أما عاطفياً بدل ما تبتعد كون صريح مع الشريك وخبره عن الأمور اللي عم تزعجك وتنزع علاقتك فيه. بالنسبة لمولود 27 كانون الثاني فهو بيكره الروتين وحياته مليئة بالمغامرات والتجديد. منه أناني وبيحب الآخرين، هو صديق وفي وبيسامح بسرعة. بيحب يصدر الأوامر على الآخرين بطريقة بعيدة عن التسلط وما بيحب يتلاقيها. أنيق وحضوره عنده تأثير على المحيطين فيه. بيهمل واجبات بيته وواجباته العائلية وبيهتم بأمور أقل أهمية. من مواليد اليوم الممثل السوري دوريد لحام. ولد دوريد لحام عام 1934 بدمشق ومن صغره كان يحب التمثيل كتير.
بدأ حياته الفنية عام 1960 من خلال التمثيل على شاشة التلفزيون، ومن بعدها اتجه للعمل المسرحي. نال عدة جوائز وأوسمة، وتم اختياره ليكون سفير النوايا الحسنة لليونيسف بسوريا عام 1992، وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1997، بس استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Live مع Let's Dance.